السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا طالع الساعة 7 الصبح راجع لدارنا، دفنت بنتي وجدتها، نسأل الله أن يتقبلهم بالرحمة والمغفرة. جوزتي لا زالت مفقودة، وراجع إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله لين نلقاها بإذن الله. هي يعني احتمال كبير تكون تحت الركام، يعني في وسط البيت، ماني عارف. يعني المهم إن شاء الله بإذن الله. الموضوع محتاج جهد، يعني جهد كبير. نسأل الله أن يتقبل أهالينا في دارنا كلهم. أنا الفيديو هذا موجه لأهالي دارنا يعني بالخصوص. أنا من أول يوم كنت معاكم، أنا فقدت جوزتي ونسيبي وعمتي وأهلهم يعني، وبنتي، هذه بنتي الثانية، الأولى توفت والثانية هذه حتى توفت رحمة الله عليها. أولا يعني يا ريت أهالي دارنا، الكارثة كبيرة، ما يسيبوش مدينتهم، ما يسيبوها. أنا بإذن الله أنا معاكم، ومش حنسيبها دارنا، حنقف فيها. الوضع ما هوش طبيعي، الوضع محتاج الصبر ومحتاج دعاء الناس، وإن شاء الله بإذن الله محنة وتزول. وأنا إن شاء الله بإذن الله محتاج دعواتكم، أنا نكلم فيكم يعني صابر صابر، لكن موجع الفقد، البعد موجع. فإن شاء الله نسأل الله أني يصبرني على هالمحنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا.